صباح الفل على احلى متابعين في الدنيا. النهارده انا صاحي من النوم عايز افطر فطوره حلوه، فقعدت افكر لغايه ما وصلت للتحفه الفنيه دي. طلعت حلوه قوي ومشبعه جدا جدا جدا، والطعم بقى يعني مش هوصف لكم حاجه كده، ام علي في نفسها قوي. يلا بينا على المقادير، بس الاول ادوا الفيديو لايك هوريكم التحفه دي اتعملت ازاي. سريع بقى كده، احنا عايزين نفطر ففيش وقت لاي حاجه، هناخد بس المقادير بسرعه سكرين شوت كما تعودنا. وهنعمل ايه كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هقول لكم على المقادير. اول حاجه عندي حوالي نص كوبايه شوفان كامل الحبه، كوبايه حليب، وعندي بيضايه، وعندي موز، وعندي شويه زبيب صغيرين او قراصيا او مش اي حاجات بقى معانا من رمضان، فانيليا. وبالنسبه للفليفرز هنحط يا نسكافيه يا قرفه، هحط انا الاثنين مع بعض عشان بحبهم جدا مع بعض، وشويه شوكليت شيبس، وطبعا سكر دايت، ممكن تحلوا بالعسل زي ما انتوا عاوزين. هنعمل ايه على طول كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واضربها في طبق لوحدها. اوكي البيضه تمام، احط لها بس شويه فانيليا صغيرين. وجبه فطار حلوه قوي وسريعه جدا جدا جدا، شويه فانيليا واقلب، اتاكد ان هي اتقلبت كويس قوي. خلاص ايه اتقلبت معايا. بصوا بقى، يعني دي يعتبر اصعب خطوه، انتوا متخيلين يعني خفق البيت ده يعتبر اسرع، يعني اصعب خطوه. هجيب بقى القالب اللي انا هحطه في الفرن. ايه ده، يعني مش هنجيب بوله بقى ولا الكلام ده خالص ولا اي حاجه من الكلام ده. بس قبل اي حاجه، شايفين الشوفان ده هحط عليه حوالي يعني اقل من ربع معلقه بيكنج باودر، حاجه بسيطه قوي. اوكي برضه عشان ايه يبقى كله جاهز معايا. وبعدين هحط عليه النسكافيه عشان يبقى كله ايه فليفر واحد وكده. مش عايزين تحطوا نسكافيه براحتكم، انا بحب الطعم ده جدا جدا. يعني بقى المهم بصراحه في الموضوع، وبرضه مش عاوزين تحطوا مفيش مشكله، القرفه. القرفه طبعا بتعلي الحرق جدا ومتخليش سكر الدم يعلى معانا، وبتدي طعم حلو جدا جدا للحاجات دي. يعني رشه قرفه كده بسيطه وخلاص. هو كده ايه، احنا كده خلصنا. هنبتدي بقى نعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب القالب اللي هنحطه في الفرن، وهجيب الموز اقشره بس وهوريكم هعمل ايه على طول ان شاء الله. هاخد موزه واحده. الموزه اهي خلاص هرست بقى الموزه خلاص دلوقتي، وبتاكد ان هي خلاص تمام. زي ما قلت لكم لو الموز فريش هيبقى موضوع الهرس ده سهل جدا معاكم، بس تجيبوا الموز اللي هو يعني يعتبر داخل على المستوي شويه، مش اللي هو اللي لسه فريش طازه، يعني هيبقى متعب قوي في الهرس ومش هيبقى طعمه لذيذ. يعني فاهم، هو كل ما بيقعد كل ما بيبقى طعمه سويتي اكتر. اوكي خلاص انا حطيت اهو. هجيب الشوفان والقرفه والنسكافيه احطهم عليه كده، سهل قوي قوي، وهتحبوا الفطار ده جدا جدا، خصوصا للناس اللي مش بتستحمل الشوفان ومش بتحب طعمه والكلام ده. اوكي وبعدين احط، بسم الله الرحمن الرحيم، الحليب يعني حوالي كوبايه على حسب ما انتوا بتحبوا اهو، يعني سهله جدا وسريعه جدا. والبيضه، بسم الله الرحمن الرحيم، نحاول بس ايه نقلبها بس ما نجيش ناحيه الارضيه من تحت عشان الموز ما يخرجش من مكانه، يعني دول يبقوا ايه يبقى طبقات كده. اوكي اهو، السكر اللي عندي. عايزين تحلوا بعسل مش مشكله، عايزين تحلوا بدبس تمر دي حاجه ترجع لكم بقى. احط انا ايه يعني معلقه ونص سكر كده، مش عايزه اكتر طبعا، سكر دايت. نقلب برضو تقليبه خفيفه كده، بصوا تقليب بيبقى على الوش مش بننزل للقعر تحت. اوكي تمام. طيب وبعدين نحط بقى شويه الحركات بتاعتنا، شوكليت شيبس يعني دي اقل من معلقه، وكمان نحط شويه زبيب، عندكم مكسرات حطوا مفيش مشكلة. الوجبة الفطار دي بالذات لازم تتدلع، يعني يتحط فيها كل الحاجات المفيدة طبعا، ويكون طعمها سويتي، عشان في ناس للأسف ما بتفطرش
يقول لا لا انا كده تمام مش هفطر بقى وكده، ممكن اخد سلايز او تو مثلا من الموز، احطها برده كده بالراحه على الوش، بتدي شكل حلو قوي لما بتستوي. يعني نعتبر احنا واخدين موزه كبيره لان الموز ده حجمه مش كبير قوي زي ما انتم متخيلين يعني. اوكي ادي اهو، بس حلو قوي كده تمام. هكون بقى انا مسخنه الفرن على درجه حراره مثلا 200 واحطها في النص تمام، واتابعها يعني مش هتاخد بالكتير قوي 5 دقائق 7 دقائق بالكتير قوي تكون جاهزه. مش بقول لكم ان هو سريع الموضوع، خدوا بالكم بس منها، الحروف تبتدي تاخد لون كده وهي خلاص استوت. لو لسه وش ما خدش لون نشغل عليها الشوايه وتاخد معايا لون، هوريكم شكلها ان شاء الله ما تطلع. خليكم معايا. شكلها خلاص بعد ما طلعت من الفرن مش قادره اوصف لكم ريحتها حلوه قد ايه، بجد بجد حاجه ترضي النفس كده، وشكلها كمان كيوت قوي وموزات كده من فوق لذيذه قوي، واللون مش قادره اوصف لكم. طبعا سخنه هسيبها بس تهدى شويه وابتدي اقطعها واقدمها واوريكم بقى حلاوتها. اخدت معايا قد ايه يعني، يمكن 10 دقائق كده او اكتر دقيقه مثلا 11 مثلا دقيقه على حسب الفرن عندكم تمام. هسيبها تهدى وبعدين اقدمها ان شاء الله. نقطعها طبعا مسموح لنا احنا ناكل الكميه عادي كلها، بس ايه اوريكم ان هي بمنتهى السهوله بتقطع معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا تطلع معايا شكلها تحفه بجد، حلوه قوي قوي قوي. اوكي ناخد سلايس كمان تانيه، لو مثلا مش قادرين ناخد الكميه كلها مفيش مشكله، تبدا تتسخن في اي وقت بقى في المايكرويف الفرن زي ما انتوا عاوزين، تستمتعوا بطعمها ريحتها مش قادره اوصف لكم حلوه قد ايه، سهله قوي قوي. طبعا انتوا ممكن تحطوا حاجات وتشيلوا حاجات على حسب ما انتوا بتحبوا، انا حطيت الحاجات اللي بحبها. طعمها عامل زي ايه هقول لكم، عارفين ام علي؟ ده سيم ايديا كده، نفس الفكره نفس الطعم قريب جدا. مش معنى انه شوفان يا جماعه يبقى طعمه صعب والكلام ده، خالص خالص فوق ما تتخيلوا، حلو قوي. والشوكليت بقى ملتت بقى كده وساحب بقى جوه، ويعني انا جعانه بصراحه وعايزه افطر، فمش هستنى هندوق دلوقتي مع بعضينا. ندوق بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا فلافي جدا جدا يعني، هشه ولذيذه وشكلها بجد عسل قوي 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 قوي، يعني تغيير عن طعم اللي احنا عارفينه للشوفان، وكمان سريعه يعني. مثلا واحد ممكن يطبق الصينيه وكل حاجه يحطها في المايكرويف يحطها في الفرن، عقبال مثلا ما يصلي مثلا الصبح او يصلي الظهر اللي عليه، وبعدين يلاقيها تكون جاهزه معاه الوليمه القمر دي. طبعا بتاخد جنبها مثلا كوبايه نسكافيه، كوبايه شاي بلبن، قهوه بلبن، اللي بتحبوه. بجد بجد شكلها حلو قوي قوي. بصوا قمر قمر قمر، مش عارفه اذا كانت الكاميرا جايباها كويس ولا لا، اتمنى ان شاء الله. وندوق بقى كده مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوه قوي قوي قوي، وتشوين كده بالواحد بياكل فيها كتير، وده كويس عشان المخ يتنبه ان يعني في اكل داخل بقى وكده حاسب وكده يعني. تمام، يا رب تكون الحلقه بتاعت النهارده تكون عجبتكم وتقدروني شويه، وتعرفوا انا بجيب لكم وصفات قد ايه سهله وجميله ولطيفه، وكل مكوناتها موجوده في البيت. تسيبوا بقى اللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وتعليق حلو بالله عليكم عشان احس كده ان انا مش لوحدي. بحبكم جدا، راح افطر بقى. سلام.